الآن إحنا نقف على نبش عشوائي مقيت ومخيف جدا، تم سرقة هذه المقبرة بأكثر من فترة وبالذات بعد 2003. عملية نبش وسرقة لثاني أكبر مقبرة للمسيحيين في العالم بعد مقبرة الفاتيكان، ما تعرف بمقبرة أم خشم جنوب غرب النجف. تنبش القبور هنا ويسرق ما بداخلها من مقتنيات الموتى التي كانت تدفن معهم حسب المعتقد القديم. تم اكتشاف هذه المقبرة من قبل بحث تنقيبي عراقية في عام 1985 و1986، إلا أنه لاحظ أنه أكو هنالك إهمال كبير وتجاوزات كبيرة تطال هذه المقبرة اللي ما تم التقنيب بها بشكل صحيح، وتحوي على كنوز وتحوي على رموز وطلاسم بإمكانها تحل لنا كثير من الشفرات لوجود مدن مهمة بالقرب من هذه المقبرة. أكثر من 1400 دونم مساحة هذه المقبرة التاريخية التي تعود ل 1800 سنة مضينة، حين كانت هذه المنطقة مركز المسيحية النسطورية في العالم. وبحسب المختصين فإنها تضم أديرة وكنائس لم ينقب عنها بشكل رسمي. والله هاي قديمة المنطقة، كنا نسرح بها ما كان بها حفر بها قبل بساعة، بعدين ورا السقوط صار بها حفر، طلع معدها بساتيق اشكال بها، طلع خريط، طلع فخار، ما ادري وين وده. ويؤكد اهالي المنطقه ان المقبره تتعرض لنبش مستمر للبحث عما بقي من كنوز، وهناك مساع وان كانت خجوله لحمايه ما بقي فيها والذي يعتقد بانه كثير. 33 موقعا أثريا مسيحيا متوزعة على أطراف المحافظة الأربعة تؤرخ لحقبة تاريخية مهمة اختفت أو كادت ملامحها بسبب الإهمال. من النجف غيث قاسم، الشرقية نيوز.